اوكي ان شاء الله. هسه احنا في المحاضرات الماضيه حكينا على اساس انه الريجريشن موديل او الريجريشن كتايب اوف كير فيتنج بتعامل، اول ملاحظه عليه انه بتعامل مع اللي هي نويزي او ان اكيوريت داتا ولا اكيوريت داتا. شو رايكم يا شامة؟ الريجريشن بتعامل مع اي نوع من الداتا، الاكيوريت ولا ان اكيوريت؟ ان اكيوريت. ان اكيوريت، اوكي. وبالتالي نويزي داتا او داتا ذات كونتينز ايرور. اوكي يا شامة، هاي اول ملاحظه. الملاحظه الثانيه حكينا انه في الريجريشن شو الهدف؟ هل نعمل جنريشن لكيرف اللي بمر بكل النقاط ولا اللي بيعمل استيميشن للباترن او لترند للنقاط؟ لترند. ايوه، اللي هي بيعمل اللي هي استيميشن للباترن او للترند اوف اللي هي داتا without passing through all data points. بالتالي حكينا برضو بالسابق انه الريجريشن موديل اللي راح نتعامل فيه راح يكون هو عباره عن بولينوميال. راح يكون عبارة عن polynomial و polynomial of degree n. بالتالي إذا كان in general، بحكي هون in general، الموديل اللي عندي اللي هي for generation of data points اللي هي yi model اللي هي عبارة عن polynomial of nth order اللي هي a0 plus a1 في x لحد an xn. هون دائما يوم أحسب ال i-th point لل y بده يكون مقابلها الـ xi point للـ x's. بالتالي هون لاحظ xi xi وبعوض الـ xi اللي هي بناء على data points وبطلع منها اللي هي الـ yi. وبالتالي هذا هو الجنرال موديل اللي بنحكي عنه لأي linear regression، لأي regression model. حالة خاصة منه وأسهل حالة اللي هي للريجريشن موديل انه يكون هذا الكيرف او البولينوميال عباره عن ايش؟ لينير ريجريشن، يعني ستريت لاين. في حال ستريت لاين انا بوقف لحد هون، باخذ a0 بلس a1 في xi. وبالتالي اذا بنتفرج هاو ماني انون كوفيشنتس ار ذير، عندي اثنين a0 وعندي a1. والa0 حسب اللي بتعرفوه انتم يا نشامه هو عبارة عن ايش؟ هو الانترسبت تبع مين؟ الواي اكسس من الستريت لاين، يعني وين الستريت لاين بيقطع الواي اكسس هي بنسميها ايش؟ الاي نوت. والاي 1 كونها كوفيشنت للاكس هي عبارة عن السلوب تبع الستريت لاين. بالتالي هذا فيري بيسك ثيوري اللي راح نحكي عن ستريت لاين ذات هاز واي انترسبت اي نوت اند سلوب اوف اي 1. طيب احنا كل اللي حكيناه في السابق انه عندي بكون given set of data points قديش عددها؟ n plus 1 data points، وكونه regression معناته هل لازم تكون inaccurate؟ صحيح نشامة ولا لا؟ بدها تكون inaccurate. وبالتالي نشامة هذول ال given n plus 1 data points اللي هن inaccurate بدنا نعملهم كيرف فيتنج باستخدام الريجريشن باستخدام الستريت لاين اللي هو الايكويشن اللي هي تو بارامترز. وكونه عندي n بلس 1 داتا بوينتس معناته الداتا بوينتس عندي بدها تكون من اكس نوت لغايه اكس ان، والكورسبوندينج فاليو تبعت الداتا بده يكون من واي نوت للداتا لواي ان للداتا. طيب هسه يا نشامه بدنا نستخدم اللي حكيناه في المحاضرة الماضية اللي هي least square regression. least square regression اللي حكينا عنه هو أفضل طريقة. بالتالي حكينا بكون عندي objective function سميناه الـ SR في المحاضرة الماضية، وهذا الـ SR مبني على least square criteria. وبالتالي نشامة شو least square؟ يعني باجي كل الداتا بوينتس اللي عندي، كل الداتا بوينتس اللي موجودة عندي، اوكي هون في خطأ مطبعي، لازم الداتا بوينتس تبلش اللي هي من الزيرو،
الداتا بوينتس يعني شو ما كونه عندي من الزيرو بتبلش. اوكي عشان عندي هيها من اكس نوت ل اكس ان او من واي نوت ل واي ان. وبالتالي نشامة اللي سكوير ريجريشن حكينا بنجمع كل الايرورز اللي هي الريزيديوال ايرورز بنربعها وبعدين بنجمعها لكل الداتا بوينتس، بنجمعها وبنربعها لكل الداتا بوينتس. والايرور او الريزيديوال ايرور هو عباره عن ايش؟ الفرق بين الداتا والموديل تبعي. والموديل تبعي اللي اخترناه له هي ستريت لاين، في تو باراميترز او كوفيشنتس اي نوت و اي 1. وبالتالي هيو بدنا نعمل الفرق، نجمع الفرق لعند كل داتا بوينتس بعد تربيعها ونجمعها لكل الداتا بوينتس وبيطلع معاي الاس ار. وبعد ما يطلع الاس ار لازم الاس ار يكون مينيمايزد، يعني بدنا نعمل له مينيمايزيشن. طيب احنا قلنا هي لحد هسه سميشن اوف اي سكوير والاي اي واي اي داتا هاي بتكون مقطوعه عندنا، وبدنا نعوض محل واي اي موديل اللي هي هاي، هاي واي اي موديل اللي هي اي نوت بلس اي 1 اكس اي. وبالتالي هي عوضنا محلها هو الواي اي موديل اللي هي هون، جينا مسكنا الموديل تبعنا اللي هو هذا اللي هو الستريت لاين وحطيناه محل الواي اي موديل. وبالتالي صارت عندي الفورمولا زي ما هو موجود عندي الاس ار هون. وهي مره ثانيه كتبنا لك الواي اي موديل. والاي اي اللي هي ريزيديوال ايرور هو الديسكريبنسي او الفرق بين الداتا بوينتس مع الموديل استيميتد فاليوز. طيب احنا حكينا كنا بالموديل اللي عندنا هذا اللي هو الستريت لاين او اللينير ريجريشن عندنا تو كوفيشنتس اي نوت واي 1. هذول بدنا نطلعهم، بدنا نحددهم. كيف بنحددهم؟ هسه باللي سكوير ريجريشن شو بنسوي؟ بنعمل ديفرنشيشن بالنسبه للاس ار اللي هي الاس ار هاي او هاي، اذا بدك هاي الفاينل فورم بحالتنا. نشتقها، نشتق الاس ار هاي كلياتها بالنسبه لمين؟ بالنسبة لكل unknown coefficient، بالنسبة لكل unknown coefficient. وبعد ما نشتقها بالنسبة لكل unknown coefficient بنساويها بالصفر. بالتالي هي أنا عندي هون SR هي اللي هي هون، وعندنا how many unknowns A0 واحد و A1 واحد، معناته بدنا نشتق ال SR أول معادلة، بدنا نشتق ال SR بالنسبة ل A0 اللي هو أول parameter اللي هو هذا، نشتق الاس ار بالنسبه لاي نوت وبنسويها بالصفر. وعند الانون الثاني اللي هو اي 1 بدي اشتق الاس ار بالنسبه لاي 1 وبرضه بسويها لمين؟ بسويها بالصفر. بالتالي انا عندي من الموديل اي هاف تو انونز اي نوت واي 1. وهاو ماني ايكويشنز ديد اي جينيريت من هون؟ تو، مشتقة الاس ار لاي نوت ومشتقة الاس ار بالنسبة لاي 1. بالتالي هذول بيطلع عن تو ايكويشنز وذ تو انونز، الانونز اللي فيهن اي نوت واي 1. وبالتالي وي كان سولف ذيس سيستم وبيطلع معي سيستم اوف لينير ايكويشنز عددهم اثنين. وهون يوم نحكي احنا عن اللينياريتي ما بنحكي عن زي الفصل او التشابتر السابق اللي هو تبع الروتس فايندينج ولا غيره. هون صفى عندي الاكسز والوايز they are known. مين الانونز اللي عندي هون؟ اختلفت الامور، صارت الانونز الايز اي نوت واي 1. وبالتالي راح يطلع معي سيستم اوف تو لينير ايكويشنز. وهذول الانونز تبعاتنا اي نوت واي 1 مش الاكس والواي. اوكي؟ وبالتالي بدنا نطلع التو انونز اللي عندنا من خلال السيستم هذا، راح يطلع معي هذول هن السيستم اوف تو لينير ايكويشنز. من اول ايكويشن هاي يوم نشتقها بيطلع معي هاي اول ايكويشن، والايكويشن الثانيه هاي نتيجه اشتقاقها و ايكويتنج ات وذ زيرو ان نسويها بالصفر بيطلع معي السكند ايكويشن هاي. وبالتالي ركز معي الاكس اي اتس نون جيفن. لا تنسى ان هون قلنا شو الجيفن اللي عندنا؟ هاي قلنا عندنا هذول الان 1 ان بلس 1 داتا بوينتس ذي ار جيفن. بالتالي كل الاكسز والواي داتا تبعتهن معروفه. بالتالي هون هاي الواي اي معروفه والواي اي في اكس اي برضه معروفه والاكس اي سكويرد معروفه والاكس اي معروفه والاكس اي معروفه. مين صفى عندي انون؟ اي نوت واي 1. اي نوت واي 1 هن المجهولات، عشان هيك
بقول لك system of linear equations in terms of what a naught or a one مش x i y i. وبالتالي هذول الايكويشنز لو نعيد كتابتهم بيطلع معاي هذا الفور، بيطلع معاي هذا الفور اللي هي n a naught plus a1 في summation of xi is equal to summation of yi، والايكويشن الثانيه a naught في summation of xi plus a1 في summation of xi squared is equal to summation of yi في xi. وبالتالي زي ما حكيت الانونز اللي عندي للمره الاخيره بحكيها a naught و a1 مش الاكس والواي، بالتالي هذولا سيستم اوف لينير كويشنز عددهم اثنين، وي كان سولف ذيم ان كلوزد فورم يعني بدون ما نعمل اي شيء نيوميريكال بنقدر نطلعهم، وبالتالي اذا بنحلهم باستخدام الاليمينيشن او سبستيوشن اوكي يا نشامة او الميثودز اللي مرت معنا يا نشامة بالسابق، بيطلع معنا ال A1 هاي القيمه تبعته، وبيطلع معي ال A0 هاي الفاليو تبعتها، وبال A0 في عندنا Y average وفي عندنا X average. ال Y average اللي هي هاي، وال X average اللي هي هاي. اوكي يا نشامة، ال Y average هاي وال X average اللي هي هاي. وبالتالي هون هذول الايكويشن يا نشامة لغاية الامتحانات بكون معطاه معك، مش راح يكون مطلوب منك انك تحفظهم. اوكي يا نشامة، بس مطلوب منك انك تيجي ايش؟ تطبقهم. اوكي يا نشامة، وبالتالي بيكون عندي اللي هي هذا هو عبارة عن الحل تبعنا، بالتالي هون بالنهاية انتهينا انه اوجدنا الفاليو تبعت A1 ووجدنا الفاليو تبعت مين؟ A نوت. واضح يا نشامة؟ وبالتالي هيك بكون اوجدناهم، وبالتالي اللينير ريجريشن تبعنا كان اموره تمام. طيب خلينا نشوف مثال. مثال بقول لك في عندي 5 داتا بوينتس هي من 1 ل 5. في عندي 5 داتا بوينتس. وهي الداتا بوينتس اللي هي من 1 ل 5، هاي الاكس اي تبعتها وهاي الفانكشن تبعتها اللي هي الواي اي. هذول معطى از بير، هاي اول بير، هاي البير الثاني، هاي البير الثالث، هاي البير الرابع، وهذا الخامس. هذول الداتا بوينتس اللي عندي، وي هاف 5 داتا بوينتس. وبالتالي بقول لك ايش؟ اوجد اللينير ريجريشن بناء على اللي سكوير ميثود، افضل كيرف بدنا اياه. وبالتالي حتى نطبق الايكويشنز هذول في مجموعه من الفاليوز لابد ما نحسبها، اللي هيها كل الفاليوز اللي بتدخل في الايكويشنز هيها موجودات هون قدامك، اللي هي الان سميشن اكس اي، سميشن واي اي، اكس اي في واي اي، واكس اي سكوير، وقديش الواي افريج والاكس افريج. وبالتالي بعدين ما علينا غير ايش؟ غير نعوض هون، ما علينا غير نعوض هون. اوكي، وبالتالي طلعت معنا A0 او A1، سوري A1 اللي هي 0.15 و A0 عبارة عن 1.75. وبالتالي إذا بنعوض الـ A0 والـ A1 في الـ straight line اللي هو هذا، بيطلع معي الـ linear regression المعادلة النهائية تبعته عبارة عن اللي هي 1.75 اللي هي الـ A1 plus أو الـ A0 plus اللي هي 0.15 اللي هي الـ A1 في اللي هي الـ XI. هذا هو معادلة اللينير ريجريشن. وهي الداتا بوينتس يا نشامة مرسومات قدامنا، هي واحدة ثنتين ثلاثة وهي الرابعة وهي الخامسة، وهذا اللينير ريجريشن تبعها. طيب هسه يا نشامة إذا بنيجي بنعمل فوكس وبنتفرج على اللينير ريجريشن كيرف تبعنا، تفرج هاي الداتا بوينتس، مش احنا حكينا يا نشامة اللينير ريجريشن الهدف منه انه يعمل الترند او باترن ريكوجنيشن ولا لا؟ صح؟ صحيح. طيب هل الستريت لاين هذا يمثل الديستريبيوشن تبع الداتا بوينتس ان ا جود مانر ولا عباره عن اتس نوت جود؟ لاحظ هون عندي
مبين انه عباره عن عندي البيهيفير تبعي زي البارابولا اللي هي كوادراتيك، وبالتالي الستريت لاين هذا اتس نوت ا جود ديستريبيوشن اوف ذا فايف داتا بوينتس. وهي مبين عندك هون، بقول لك الستريت لاين is not a good curve اللي بيعمل representing الى data points. وبالتالي هاي الستريت لاين والداتا بوينتس مبعثرات بشكل كبير حواليه، وبالتالي هذا الستريت لاين لا يمثل الداتا بوينتس اللي موجوده عندي، وبالتالي الداتا بوينتس عباره عن ايش؟ It's not او الستريت لاين is not a good curve for اللي هي الباترن او trend detection للداتا بوينتس. شنو هي مبين؟ الستريت لاين هذا هو والداتا بوينتس ما مثلهم. ما مثل الداتا بوينتس. اوكي نشامة. وبالتالي هذا الحكي بيعني انه الستريت لاين فيت از نوت او كانت بي يوز، لازم نستخدم اذر ديجري، ممكن نستخدم السكند اوردر حتى تعطيني جود فيت للحال اللي بين ايدينا. واضح يا شباب؟ اي سؤال؟ اي سؤال يا نشامة؟ طيب خلينا ناخذ اكزامبل ثاني. عندي نفس الحركه، عندي 5 داتا بوينتس. لنين من 1 ل 5، وعندي هاي الاكس وهاي الواي داتا، وبالتالي عندي this is the first pair لحد this is the fifth pair. وبقول لك شوف لي اللينير ريجريشن اللي مبني على least squares. طيب بنفس المبدا بدنا نوجد كل البارامترز اللي بدخلن وين؟ في الاي نوت والاي 1. وبعدين نعوضهم في الاي نوت والاي 1. ومجرد ما عوضناهم بنحصل على اي 1 اللي هي هاي 4.3 واي نوت 2.12. وبعدين بيطلع معنا الستريت لاين فيت اللي هو الموديل تبعي هذا، واذا بنعوض هذا هو الفاينل انسر. طيب هون في عندنا الجراف، هاي الداتا بوينتس اللي عندي وهاي الستريت لاين. هل يا نشامه هون الستريت لاين بيعمل ريبرزنتيشن بشكل جيد جدا للداتا بوينتس ولا لا؟ هل الداتا بوينتس حواليه موزعات بشكل يعني مقبول ولا لا يا نشامه؟ مظبوط دكتور، مظبوط. بينما المثال قبل شويه كانت طاعه وقايمه هون، صح؟ هون it was not a good representation. الداتا بوينتس والستريت لاين ما كان الماتشنج، الستريت لاين اللي مبني على الليست كوير ريجريشن ات واز نوت ا جود فيت. بينما هون يا نشامه هي مبين عندي هذا الستريت لاين وهي الداتا بوينتس موزعات حواليه، وبالتالي هل الستريت لاين بالحاله هاي في الاكزامبل هذا عمل ديتكشن او استيميشن للترند او للباترن اوف ا داتا ان ا جود مانر؟ اه دكتور مظبوط. وبالتالي يا نشامة هون بيجي أهمية شغلة رح تجينا بعد شوي، إنه يا نشامة إيش هي مكتوب عندك الستريت لاين فيت هون is a good curve اللي بيعمل لنا representation للداتا بوينتس. طيب معناته دائما بأي عملية regression قبل ما نبلش نحدد اللي هو مين، قبل ما نبلش نحدد هل أنا بحكي عن straight line fit ولا second order ولا ثيرد اوردر، شو الاوردر تبع البولينوميال اللي هي تبعت الريجريشن كيرف، اول خطوه وهذا مكتوب في الملاحظات بعد شوي راح نيجي، انه لازم نرسم مين؟ نرسم الداتا بوينتس، نرسم الداتا، نرسم الداتا مثلا في الاكس واي بلين. اوكي نرسمها، وبعد ما نرسمها نعمل لها فيجواليزيشن، يعني نتفرج عليها، وبناء عليها من خلال الفيجواليزيشن بروسيس تبعتك يو كان جس انه هل ستريت لاين فيت اوكي ولا لازم نروح للبولينوميال فيت اللي من اوردر 2 اند ابف، صح؟ مظبوط دكتور. وبالتالي نشامه هاي نقطه اساسيه، انه قبل ما تيجي تختار الفيرست اوردر ولا السكند اوردر ولا اي اوردر لابد ما انك ترسم الكلاود اوف داتا بوينتس، الداتا بوينتس الموجوده عندك، وبعدين تتفرج عليها تعملها انسبكشن وتشوف من خلال الفيجوال انسبكشن وات از ذا ترند اوف ذا داتا،
هل هو linear ولا non-linear. إذا كان linear you can go directly to straight line fit أو linear regression. وإذا كان non-linear معناته بدك تجرب من second order and above. وضحت يا نشامة ولا لا؟ واضح يا شباب؟ اه دكتور واضح. بالتالي هون مش من الحكمة إنك تبلش بالحل وأنت مش عارف من خلال الفيجوال انسبكشن او الفيجواليزيشن انه واتس ذا بيست كيرف ذات ريبريزنتد داتا. وضحت يا نشامة؟ وبالتالي هاي من اهم النقاط اللي قبل ما تبلش الحل انك لازم تعرفها، انه في البدايه ارسم الداتا بوينتس وبعدين تفرج عليها. يعني على سبيل المثال بس افرجيك، ها بنرجع بعدين لمحل ما كنا. يعني مثلا لو هون هاي الداتا بوينتس موجوده عندنا، لو افترضنا عندي 7 داتا بوينتس، هاي هل مبين عندي انه هذا الستريت لاين اتس ا جود ابروكسيميشن او ديتكشن للترند او للباترن تبع الداتا ولا لا؟ مظبوط دكتور، منيح. وبالتالي نشامه هون من خلال الفيجوال انت لو ما رسمت الستريت لاين مبين انه جايات من خلال نظرك، مبين انه جايات على ستريت لاين، بس في بعض الحالات هسه راح نشوفها. مثلا هذا المثال اللي قبل شوي قلنا هذا ما بنفع، صح؟ في خلينا نشوف اذا في امثله ثانيه. هذا مثال، هل عباره عن بيمثلها ولا لا الستريت لاين؟ بيمثلها دكتور. اوكي، بس خلينا نشوف حالات اللي هي هون. مثلا شوف لي هون، هاي مجموعه كبيره من الداتا بوينتس، وهون اجينا رسمنا الستريت لاين فيت بدون ما نعملها فيجواليزيشن. هل الستريت لاين هذا بيعمل لي ابروكسيميشن ويتش از جود للترند او للباترن اوف ذيس داتا؟ لا دكتور، بعيد عن الداتا. لا، بالتالي مبين عندك هون انه الباترن شو ماله؟ مبين انه كوادراتيك، انه بارابولا، صح؟ ماشيين معي شباب ولا لا؟ مبين عندك انه عباره عن سكند اوردر، انه بارابولا زي اكس سكويرد، يعني certain coefficient في x squared يعني second order polynomial. وبالتالي مجرد ما انت رسمت الداتا بوينتس you can guess whether انه ها شوف هون هي مبين عباره عن هاي الداتا بوينتس، يوم جينا رسمنا حواليها اللي هو الكوادراتيك اللي هيها كوادراتيك او اللي هي parabolic اللي هي least square regression. اوكي، بين انه هي محترم وبالناس للريجريشن هذا، صح؟ بينما اللينير بين عندي انه سيء للغايه. وبالتالي نشامه هون بيجي اهميه ايش؟ بيجي اهميه انك ايش؟ انك اللهم صل على سيدنا محمد ترسم وتعمل فيجواليزيشن قبل ما تبلش بعمليه الكالكوليشنز وتبلش لي بلينير وبعدين تزيد. بالتالي هذا بوفر عليك وقت وبكون وضعك تمام التمام. اي سؤال يا نشامه لغايه الان؟ اي سؤال يا شباب؟ اي سؤال؟ طيب هسه نشامه بدنا نشوف انه هل في عندي اي ماثيماتيكال بروسيس من خلالها بقدر اعمل انا كوانتيفيكيشن او استيميشن للريجريشن موديل اللي عندي، هل هو جود ولا لا؟ خلينا نشوف هسه نشامه. اي ستاتستيكال داتا، مجرد ما قلنا ستاتستيكال داتا معناته داتا زي ما حكينا فيها ايرور. ممكن ان شاء الله هاي ضمن الثيوريز والكورسز اللي اخذتوهن في السابق بالماثماتكس، اي ستاتستيكال داتا اوكي بيكون لها تو فاكتورز بوصفنها they fully describe it. اول شيء المين فاليو او الافرج فاليو، صح؟ والمين فاليو اللي بتمثل لي السنتر اوف ديستريبيوشن اوف ذا داتا بوينتس، صح؟ والبارامتر الثاني اللي هو الستاندرد ديفيشن، وستاندرد ديفيشن بيمثل لي اللي هي السبريد اوف ذا داتا بوينتس اباوت المين فاليو، حول المين فاليو بيمثل لي السبريد اوف ذا داتا بوينتس حول المين فاليو. بالتالي كل ما كان السبريد وايد معناته شو مال الستاندرد ديفيشن؟ سمول ولا لارج؟ لارج. واذا كان السبريد نارو ضيق معناته الستاندرد ديفيشن شو ماله؟ سمول بيكون. سمول.
اوكي نشامة. وبالتالي اوكي نشامة هذا من كورسات الماثماتكس والستاتستكس اللي اخذتوهن في اللي هي السابق اللي هي الديسبيرشن تبعنا الديجري اوف ديسبيرشن او السبريد. اوكي نشامة بتمثل بايش؟ لو كان انا يوم اجيت رسمت الداتا بوينتس طلع معاي اللي هو الكيرف زي هيك، لو افترضناه متماثل، هل هاي تمثل لي يا نشامه مين؟ هل هاي تمثل لي الافرج فاليو اللي هي مثلا الواي افرج ولا لا؟ مزبوط. اوكي، وهون يا نشامه قديش الانتشار حول الافرج فاليو السبريد هذا بيمثله الستاندرد ديفيشن، صح؟ بالتالي في حالتنا هون نبين انه السبريد لارج وبالتالي الستاندرد ديفيشن بده يكون لارج. طيب لو جينا رسمنا كيرف ثاني هاي الافرج فاليو اللي هي هاي واي افرج اوكي نشامه والستاندرد ديفيشن اللي هو بتمثل بالسبريد. طيب معناته هون هل السبريد عباره عندي اللي هو بكون سمول بالحاله هاي ولا لا؟ السبريد اوف داتا اباوت الافرج السبريد سمول، بالتالي كون السبريد سمول هل الستاندرد ديفيشن بده يكون برضه سمول ولا لا؟ صح ولا لا يا نشامه؟ بده يكون الستاندرد ديفيشن سمول نمبر، وبالتالي هون شو حكينا؟ كل ما زاد الستاندرد ديفيشن بزيد السبريد، الكيرف بصير ايش؟ مش نارو، وايد. وكل ما قل اللي هي السبريد اللي هو كان ضيق الكيرف فيري نارو، كل ما كان الستاندرد ديفيشن شو ماله؟ قليل، صح ولا لا يا نشامه؟ هذا من كورسات الماثماتكس اللي مر معكم. طيب هسه يا نشامه عرفنا السبريد وعرفنا المعلومات هاي، طيب نيجي على الستاندرد ديفيشن ايكويشنز اللي مر معكم في كورسات الماثماتكس. الستاندرد ديفيشن هو عباره عن بنمثله اس تي اوفر ان ماينس 1، والاس تي اللي هي الفرق بين الواي اي داتا والواي افريج to the power 2 بنجمعها وبنقسمها على n minus 1. هاي مين؟ هاي الستاندرد ديفيشن ايكويشن. طيب اذا بتشوفوا لي الاس تي هاي اللي هي تحت الجذر اللي هي هاي اللي هينا كتبنا لك اياها هون مره ثانيه، الاس تي رمزنا له لا اللي هي مين؟ للواي اي داتا ناقص واي افريج تو ذا باور 2 سميشن. هاي الاس تي يا نشامه اوكي اللي هي السميشن هذا اللي هو الفرق بين الداتا والافريج تبعها. اوكي هذا عباره عن ايش؟ هذا بيكون واحد او جزء من التيرمز اللي بيستخدم في مين؟ في الستاندرد ديفيشن. طيب نيجي نرجع للليست سكوير ريجريشن، مش قلنا الاس ار اللي هي الاوبجكتيف فانكشن تبعنا هو عباره عن السميشن للواي اي داتا ناقص الواي الموديل اللي هي الاي تو ذا باور 2 ولا لا؟ هذا الاس ار تبعنا، وهاي سميناها قبل شويه اي اي تو ذا باور 2 اللي هي ريزيديوال ايرور تو ذا باور 2، بالتالي هاي الفرق سميناه اي اي. اوكي وبالتالي تعال قارن بين الايكويشن هاي تبعت الاس ار اللي بنستخدمها في الليست سكوير ريجريشن مع الاس تي اللي بنستخدمها في الستاندرد ديفيشن، في سيميلاريتي يا نشامه ولا لا؟ بدنا نقارن بين هاي الايكويشن الاس ار
اللي هي عباره عن العمود الفقري تبعت الليست سكوير ريجريشن مع الاس تي اللي هي الايكويشن هاي اللي هي جزء من مين؟ تستخدم في الستاندرد ديفيشن. طيب شو وجه التشابه بين هاي الايكويشن وبين هاي الايكويشن؟ لاحظ السميشن كسميشن نفسه والواي اي هون الواي اي هون والتربيع هون باور 2 هون والتربيع تو باور 2 هون، مين بيختلف؟ اللي بيختلف انه انا في الاس تي قاعد بطرح الداتا بوينتس من الافرج فاليو الهن، صح؟ بينما باللي سكوير ريجريشن انا قاعد بطرح الداتا بوينتس من الموديل تبعي، من الريجريشن موديل تبعي. بالتالي هون يا نشامه معناته انا في الستاندرد ديفيشن اوكي قاعد بشوف الديستريبيوشن تبع الداتا بوينتس حول الافرج، بينما في الليست سكوير ريجريشن انا قاعد بشوف الديستريبيوشن تبع الداتا بوينتس مش حول الافرج، حول الموديل تبعي. هذا هو الفرق الاساسي بين الستاندرد ديفيشن وبين الاس تي تبعتنا اللي يستخدم او الاس ار تبعتنا سوري اللي يستخدم في اللينير ريجريشن موديل. بعيدها مره ثانيه، كله نفس الشيء، هاي الايكويشن وهاي الايكويشن نفس الشيء ما عدا اللي بعد الماينس، وهذا اللي بعد الماينس في الستاندرد ديفيشن وهذا اللي بعد الماينس في اللينير ريجريشن. هون مرجعيتي بالطرح لكل داتا بوينتس حول الافرج، الافرج داتا لكل داتا بوينتس واي افرج، بينما هون مرجعيتي كل الداتا بوينتس قاعد بطرحها من مين؟ بطرحها من الريجريشن موديل تبعي سواء كان لينير ولا نون لينير. وبالتالي لاحظ هي بقول لك اذا بنقارن اس تي ايكويشن مع اس ار ايكويشن، بوث ايكويشن ميجرز السبريد اوف ذا داتا اباوت سم ريفرنس فاليو. الثنتين هاي الايكويشن وهاي الايكويشن بوصفين لي ايش؟ السبريد اوف ذا داتا اباوت سم ريفرنس فاليو. شي الريفرنس فاليو؟ ايوه بقول لك الريفرنس فاليو في حال الاس تي مين الريفرنس فاليو؟ الافرج دكتور. هايها الريفرنس فاليو في الايكويشن الاولانيه اللي هي المين فاليو او الافرج، بينما في حاله الاس ار هاي الريفرنس فاليو مين؟ اللي هي البيست فيت كير اللي هي ممكن تكون اما ستريت لاين او بولونوميال، صح؟ اللي هو الريجريشن كير تبعي اللي هي ما بكون عاده ستريت لاين او ريجريشن لاين او بكون بولونوميال. وبالتالي يا نشامه هذا الرسمتين ببين لي الفرق، نفس الداتا بوينتس، لاحظ نفس الداتا بوينتس بس هون الخط هذا ممكن يوهرفك، الخط هذا ممكن يوهرفك. لو تخيلت قيم الخط هذا قيم الافرج فاليو هاي وقيم الستريت لاين هذا اللي هو الريجريشن كيرف تبعنا، هل الداتا بوينتس هون وهون نفسهم؟ اه نفسهم دكتور، نفس الداتا، نفس الداتا بوينتس، بس هون يا نشامه احنا قاعدين بنوصف في اول فيجر ايه قاعدين بنوصف الداتا بوينتس حول مين؟ هذا اللاين اللي هو مين؟ المين او الافرج، المين او الافرج فاليو. هذا في حاله مين؟ في حاله الستاندرد ديفيشن باخذ انا افرج، والافرج يا نشامه هل هو دي سي لاين يعني ثابت؟ اه كونستانت، كونستانت يعني هل السلوب تبعته زيرو؟ طب اه دكتور طبعا طبعا زيرو. وبالتالي هون يا نشامه معناته انا قاعد شو ما كان الديستريبيوشن تبع الداتا بوينتس في الستاندرد ديفيشن قاعد بقارنها مع افريج فاليو، افريج دي سي لاين اللي هو السلوب تبعه مين؟ زيرو، وبس له واي انترسبت، صح؟ مظبوط. بينما هون في اللينير ريجريشن لو افترضت انا البيست فيت كيرف اللي هو لينير ريجريشن، هون انا قاعد بعمل ديستريبيوشن او سبريد للداتا وبقارن في السبريد للداتا حول مين؟ حول الريجريشن كيرف، وبحالتي هاي الريجريشن كيرف هو عباره عن ستريت لاين. الستريت لاين هذا له انترسبت فاليو مع الواي وله سلوب.
صح صحيح. بينما هون في الأفريج فاليو إلها بس انترسبت فاليو مع الواي وإلها زيرو سلوب، بالتالي تغيير السلوب تبعي لو افترضناها إن ستريت لاين ريجريشن، تغيير السلوب هو اللي مكنني إني أوصف الداتا بونس هاي في حالتنا هون أفضل بكثير من الداتا بونس with respect to الأفريج فاليو. واضح اللي بحكي؟ واضح اللي بحكي يا هشام؟ أي سؤال على الحكي يا طب؟ بالتالي بالحالتين يا هشام أنا في الستاندرد ديفيشن اللي هي الأس تي مرجعيتي الدي سي فاليو الأفريج اللي هو ستريت لاين زيرو سلوب بس واي انترسبت، يعني هذا مش دايناميك. الدايناميك يوم يصير دايناميك معناته لازم السلوب بيصير ايش؟ اغيره، اقدر اتلاعب في السلوب. بينما في حاله الاس ار انا وصفته حول ستريت لاين، والستريت لاين هذا له ايش؟ له انترسبت مع الواي وله سلوب. بالتالي في حاله الافرج فاليو انا كان لي بس 1 بارامتر بقدر اوصف الداتا فيه اللي هي الافرج اللي هي الواي انترسبت، صح؟ بينما في حالة اللينير ريجريشن إذا أخذناها كحالة خاصة من الريجريشن كيرف أنا صرت أوصف الستريت لاين بإيش؟ بالإكس والواي انترسبت، بتو فاليوز السلوب تبعي والواي انترسبت. وبالتالي يا نشامة هون بنرجع وبنأكد على الملاحظة هاي إنه التو إيكويشنز هن عبارة عن بيقيسن لك السبريد أوف داتا أباوت سم ريفرنس فاليو، واحد منهم الريفرنس فاليو هي المين اللي هو هذا، والثاني اللي هي الريجريشن الريفرنس فاليو اللي هي مين اللي بحكي عن كيرف، والكيرف هذا ممكن يكون ستريت لاين في حاله اللينير او ممكن يكون بولينوميال في حاله النون لينير. وضحت؟ بس الاكزامبل هذا انا ما اخذه على اللينير. وبالتالي هون كونه عندي السلوب انذر بارامتر اديشنال بارامتر بتحكم فيه، معناته راح يصير امكانيه الاستفاده من هذا التحكم لفريدم اللي عندي افضل من حاله مين؟ من حاله الافرج فاليو. وعشان هيك انا شامل الريجريشن بيمثل لي الداتا احسن بكثير من مين؟ من الافرج. وضحت يا نشامه؟ واضحه يا شباب؟ طيب اذا بنرجع للكيرف مثلا هذا، وين يا نشامة السلوب تبعي؟ هل هذا هو؟ دكتور هذا السلوب. ايوه هسه يا نشامة ركز معي، كل ما اقترب السلوب تبعنا للزيرو معناته هل انا قاعد بروح باتجاه الافرج فاليو؟ دكتور مزبوط. وكل ما كان السلوب اواي فروم زيرو معناته راح يصير في فرق كبير بين مين ومين؟ بين السبريد اوف داتا حول الريجريشن كيرف اللي هو الستريت لاين في حالتي والسبريد اوف داتا حول الافريج، صح؟ صحيح. طيب نرجع للمثال السيء. المثال السيء لاحظ يا نشامه هيو، هل هو قريب للصفر؟ مظبوط قريب من الصفر. هذا 0.15 قريب. بالتالي كل ما قربنا في السلوب للصفر معناته انا قاعد بروح باتجاه الافريج، صح؟ أنا قاعد بروح باتجاه مين؟ باتجاه الأفرج. عشان هيك يا نشامة مرة ثانية وثالثة هون أنا عندي بصير فيه في حالة الريجريشن بصير السبريد أوف داتا حول كيرف وليس السبريد أوف داتا حول أفرج أو مين فاليو. أي سؤال لغاية الآن؟ طيب هسا بدنا نكمل. مش هنا قلنا الاس تي هاي كانت جزء من الستاندرد ديفيشن ولا لا؟ دكتور صح. طيب هسه والاس ار هيها، بالتالي انا لو بدي اطلع للداتا الريجريشن داتا، لو بدي اطلع ما يعادل الستاندرد ديفيشن بس للريجريشن، بالتالي في شيء ما يعادل ستاندرد ديفيشن
اسمه standard error of the estimate اللي هي SY over X مش SD. SD في الحالة هذه هون بنسميه standard error of the estimate، وهذا في حالة linear regression بيكون square root لل SR على N minus 2. وهذا شو ال SY over X؟ شو بيعطيني معلومات؟ بيعطيني معلومات quantifies the spread of the data about the regression curve as compared to SD. ال SD شو بيعمل لي؟ spread of the data about mean المين فاليو. وضحت يا نشامه؟ بالتالي كل مرجعيتنا انه اللينير ريجريشن او الريجريشن كيرف دائما بوصف لنا السبريد اوف داتا اباوت ريجريشن كيرف، بينما الستاندرد ديفيشن وكل شيء مرتبط فيه بوصف لي السبريد اوف ذا داتا اباوت مين؟ المين فاليو. وبالتالي هذا الفرق الاساسي. طيب معناه تصفى كل ما كان يا نشامة الـ ST هاي الـ SR قريب من الـ ST، كل ما كان الـ SR هاي قريبة من الـ ST، معناته هل الموديل تبعي قاعد بيقرب من الـ Average؟ دكتور بيقرب من الـ Average. معناته مين بخليه يصير قريب؟ معناته الـ Y موديل هاي تبعتي بتكون ايش؟ قريبة من الـ Average زي ما حكيت قبل شوي. معناته يا نشامة أنا كل ما زاد الفرق بين الـ SR والـ ST، أوكي نشامة، كل ما زاد الفرق بينهم هل بيصير في عندي improvement ولا لا؟ مظبوط دكتور. طيب معناته بدنا نعرف مصطلح جديد اسمه الـ Coefficient of Determination اللي هي R squared، اللي هي الفرق بين الاثنين هذول ST والـ SR، بس بعمل له normalization أو بقسمه على مين؟ بقسمه على الاس تي. وبالتالي هي الار سكوير اللي هي الكوفيشنت اوف ديتيرمينيشن اللي هي الفرق بين الاس تي والاس ار مقسوم على مين؟ على الاس تي، واللي هو نفسه تقريبا تقريبا اللي هو الفرق بين الستاندرد ديفيشن والستاندرد ايرور اوف ذا استيميت نورمالايزد او ديفايدد باي الاس تي. هاي انا شامل ار سكوير شو بتوصف لي؟ توصف لي الامبروفمنت او الايرور ريدكشن او التحسن نتيجه مين؟ نتيجه وصف الداتا بوينتس. مش قلنا الداتا بوينتس اصلا هي عباره عن inaccurate في حالتنا في الريجريشن؟ مش قلنا الريجريشن الداتا بوينتس شو مالها؟ inaccurate. inaccurate. طيب اذا كانت inaccurate معناته does it contain noise؟ طبيعي. Does it contain errors؟ دكتور. Does it contain uncertainty؟ مظبوط. ايوه معناته يا نشامه هون بقول لك هاي ال R squared اللي هي الفرق بين ال ST وال SR normalized to ST، هاي بتوصف للتحسن او تقليل الايرور نتيجه description لل uncertainty اللي بالداتا. معنا اتفقنا انه الداتا uncertain about me about the regression curve as compared to the average value. اوكي نشامة. طيب هسه نشامة بالوضع المثالي لو كان كل الداتا points اللي عندي جايات على الريجريشن كيرف، لو كل داتا بوينتس جايات على الريجريشن كيرف سواء كان ستريت لاين ولا نون ستريت لاين بولينوميال، اذا الداتا بوينتس واقعات على الريجريشن كيرف الاس ار قديش بدها تكون؟ زيرو. الاس ار راح تكون زيرو، صح. الفرق هذا فرق بين الداتا بوينتس والموديل راح يكون زيرو، وبالتالي الاس ار هاي زيرو. طيب اذا كان الاس ار زيرو معناته الار سكويرد شو بيطلع؟ واحد دكتور. بيطلع الار سكويرد يونيتي. يعني اذا انت راضي والدين والداتا بوينتس تبعتك قدرت تمثل الانسرتينيتي بيها 100%
اكتشفت الانسيرتينيتي اللي فيها وقدرت تمثلها بالريجريشن كيرف، معناته يا شامل ار سكويرد راح يطلع 100% واحد، وبالتالي هيو بقول لك هيو الكوفيشنت اوف ديتيرمينيشن اللي هي الار سكويرد، هاي بتعطيني معلومات عن مين؟ عن الديجري او الليفل اوف انسيرتينيتي اوف ذا داتا اللي قدرنا نعملها اكسبلانيشن او موديلنج وي بالريجريشن موديل، وبالتالي اتس ا ميجر اوف جودنس، ميجر اوف بيرفكتنس. وبالتالي اذا كان وضعنا رهيب وكان الكيرف اللي تبعنا اللي سويناه 100% بيرفكت فيت، اذا بيرفكت فيت زي ما حكى زميلي قبل شوي معناته الاس ار شو راح تطلع؟ زيرو. ليش زيرو؟ عشان كل النقاط اللي عندي كل الداتا بونتس واقعات وين؟ الموديل، واقعات على الموديل تبعي، وبالتالي اذا وقع ما في ايرورز، وبالتالي كل السميشن ايرورز زيرو وكل ريزيدوال ايرورز زيرو، معناته الار سكويرد قديش؟ واحد اللي هي نفسها 100%. طيب معناته بالحاله هاي بقول لك الريجريشن موديل بيعمل لي اكسبلانيشن ل 100% من مين؟ من الانسيرتينيتي اوف ذا داتا از كومبيرد تو المين فاليو. طيب واذا كان الكيرف اللي احنا مسوينه تخبيص، قلنا لك اذا كان تخبيص معناته شو؟ احنا بدنا نقترب، الاس ار راح يصير مشابه لمين؟ على الافج دكتور، الاس ار راح يصير مشابه للاس تي اللي هو راح يصير زي الافرج، وبالتالي الاس ار بيصير هو اخو الاس تي، ما بيفرق بالفاليو. طيب اذا صار الاس ار يساوي الاس تي، تعال هون على الايكويشن، اذا صار الاس ار ايكوالز الاس تي معناته النومريتر اللي عندي قديش؟ اذا كان الاس ار ايكوالز تو اس تي قديش النومريتر؟ قديش زيرو؟ زيرو. معناته الار سكوير قديش؟ برضه زيرو دكتور، برضه زيرو. طيب لا تنسى بس عشان ما تصيروش تقولوا لي عو مو، لا ننسى انه الاس ار اللي هي ديسكريبشن تبعنا حول الموديل، والاس تي الديسكريبشن تبع الداتا بونس حول مين؟ حول الافرج. متى بيكون الاس ار يساوي الاس تي؟ يوم يكون الموديل تبعي هو عباره عن نفسه مين؟ الافرج، زي ما حكيت قبل شوي اللي هو صار ما في له ميل، ما في له ميل، صار الميل قريب للزيرو، وبالتالي صار مشابه للافرج ولا لا؟ صار مشابه للافرج. عشان هيك اذا صار الاس ار يساوي اس تي معناته يا نشامه الموديل تبعي صار هو عباره عن ايش؟ افرج فاليو مش ستريت لاين وذ نون زيرو سلوب. وبالتالي بالحاله هاي بيكون الار سكويرد تبعنا قديش؟ صفر في هالحالة، صفر. وبالتالي هل الريجريشن موديل اعطاني اي تحسن في عملية الموديلنج لان انسيرتينيتي اوف ذا داتا بالمقارنة مع المين فاليو؟ لا دكتور، اعطاني ايش هي؟ نو امبروفمنت، يعني زيرو، يعني هو وقلته. وبالتالي هون انا شامة صفى عندي انه انا بقدر احكم على التحسن تبعي يوم استخدمت الريجريشن موديل وذر لينير اور بولينوميال، اوكي يا نشامه، باستخدام الار سكويرد اللي الكوفيشنت اوف ديتيرمينيشن. وبالتالي هاي يا نشامه بيمثل لي الكوفيشنت اوف ديتيرمينيشن، بعيد المره الاخيره، الديجري او الليفل تبع مين؟ الانسيرتينيتي اوف ذا داتا اللي مثلناه او استوعبناه او فسرناه بمين؟ بالريجريشن موديل از كومبيرد تو الافرج فاليو. اذا كان مره ثانيه الاس ار يساوي صفر معناته ايش؟ اذا الاس ار يساوي صفر معناته كل الداتا بونتس وين واقعات؟ الموديل نفسه، على الموديل. معناته هل في ايرورز؟ لا دكتور، زيرو ايرور. لا، معناته الاس ار صفر، واذا الاس ار صار صفر نرجع هون للار سكوير، معناته هل الار سكوير رح تطلع عباره عن واحد؟
مظبوط دكتور. وبالتالي هاي اللي بنسميها بيرفكت فيت، اللي هاي قمه العطاء، افضل حاله انه يكون الار سكوير يساوي واحد. وبالتالي بالحاله هاي الريجريشن موديل بغض النظر لينير او البولينوميال مثل لي 100% من الانسرتينيتي اوف ذا داتا. طيب لو كان very bad approximation معناته بيكون زي ما حكينا هون، بيكون عبارة عن الموديل تبعي في الـ very bad approximation بيكون نفسه الـ average. وبالتالي بهالحالة هاي هل الـ SR تساوي الـ ST؟ مضبوط دكتور في هالحالة. إذا صارت الـ SR تساوي ST هايها معناته تعالوا عوضوها هون، هيها اس ار تساوي اس تي، بيطلع البسط اللي عندي زيرو، وبالتالي الار سكوير تطلع قديش؟ تطلع زيرو، وبالتالي هاي نو امبروفمنت، يعني هاي هي وقلتها، انت تعبت حالك وبالنهايه رجعت للافريج فاليو. عشان هيك بيطلع الار سكوير زيرو، وبالتالي بالحاله هاي الريجريشن موديل ما ضاف لنا ولا امبروفمنت، زيرو امبروفمنت في عمليه الموديلنج لمين؟ للانسرتينيتي اوف ذا داتا باستخدام الريجريشن as compared to the mean value. واضح هنا شامل لحد الان؟ اي سؤال؟ اي سؤال هنا شامل؟ بالتالي زي ما حكيت قبل شوي، كل ما كان الريجريشن موديل اذا افترضناه لينير، في حاله اللينير بس، كل ما كان السلوب تبعي في الريجريشن كيرف away from zero معناته راح يكون في امبروفمنت، صح؟ مظبوط دكتور. وكل ما صار السلوب يقل 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 حتى اقترب للزيرو، معناته الزيرو شو معناته الزيرو سلوب؟ معناته افريج فاليو قلب، بطل يصير ريجريشن، صار افريج فاليو دي سي ثابت، وبالتالي بالحاله هاي بيكون فيري باد امبروفمنت، صح؟ صحيح دكتور. طيب معناته يا نشامة هاي النقطة حكيتها قبل شوي، إن أول خطوة في الريجريشن موديل سيلكشن إنك تعمل فيجوال انسبكشن لمين؟ للداتا بوينتس، حتى أنت من خلال خبرتك وعيونك تحدد مين؟ الترند أو الباترن أوف ذا داتا، هل هو لينير؟ ولا إيش؟ ولا نون لينير؟ وبعد ما تولد الريجريشن كيرف، اوكي نشامه، برضه يفضل انك تعمل فيجوال انسبكشن للداتا بوينتس، وفوقيها بيكون مين؟ الريجريشن كيرف، حتى تتاكد انه 100% امورك تمام. وخلينا نشوف الاكزامبل. عندي هون 5 داتا بوينتس اللي هنا اي ثينك نفس الاكزامبل الاول واحد اللي كان فيري بور، وبقول لك بدنا نحسب له مين؟ الستاندرد ديفيشن والستاندرد ايرور اوف استيميت والكوفيشنت اوف ديترمينيشن. بالتالي هذا هو الموديل اللي قبل شوي طلعناه اللي هو البور موديل، ولاحظ هون قلنا لك السلوب قريب من الصفر، وبالتالي هون نشام صار هو عباره عن قريب من الافريج. طيب هاي هون محاسب لك اياها، هاي داتا بوينتس اوكي، وهذا مين؟ هذا الـ YI داتا ناقص Y average مجموعه، يوم نيجي نجمعه اللي هو هون، هل بيعطيني الـ ST؟ مجموع كل هذول اللي هاي مجموعات هون بآخر رو جامعينهم، هل بيعطيني الـ ST هون؟ آه دكتور. هون الـ Y داتا ناقص الموديل، هل يوم نجمعهم بيعطيني الـ SR؟ مظبوط. قلنا لك قبل شوي بس تشوف تتفرج على الفاليو تبعت اس تي وتشوف الاس ار تو فاليوز، كل ما كان قراب لبعض معناته انت وين؟ هل هو جود فتنس ولا بور فتنس؟ لا بور دكتور، بور. بتكون شغلتك مهتريه، وبالتالي نشامه يجينا حسبنا الاس دي طلعت 1.35، وحسبنا الاس واي اوفر اكس طلعت 1.53، they are close to each other. ولا ننسى انه الاس تي والاس ار زي ما هن موجودات بالجدول they are close to each other. طيب يجينا حسبنا الكوفيشنت اوف ديترمينيشن اللي هي الار سكوير، لاحظ قديش طلعت هون، بنحولها من ديسيمال لبرسنتج،
من decimal لpercentage، من fraction يعني لpercentage، وبالتالي قديش طلعت 3%؟ معناته مباشرة بتركب العمامة وبصير مفتي. شو بتقول؟ بتقول بس 3% تبعت مين؟ اللي هي قيمة الـ R squared of the original uncertainty of the data، قدرنا نمثلها أو نستوعبها أو نمتصها وين؟ باللينير ريجريشن موديل. طيب قديش ضل؟ قديش ضل اللي ما قدرتش تعمل عليه كنترول؟ 3% امتصيناها، قديش اللي ضايل؟ هل 97% صار حول رب راعيها؟ مظبوط دكتور. بالتالي شو طلعنا بقاعده؟ بقول لك ايوه اللينير ريجريشن موديل is a very poor approximation for the uncertainty of the data، وهذا هو اللي رسمنا لك اياه قبل شوي، نفس المثال. قلنا لك الداتا بواد والريجريشن موديل تبعنا بواد عشان انه اتس نوت لينير. طيب خلينا نشوف المثال اللي بعديه. عندي 6 داتا بوينتس، هاي الاكس والواي. بقول لك اطلع لي لينير ريجريشن موديل. والخطوه الثانيه احسب الاس دي والاس واي اوفر اكس، واهم شيء انك تطلع لي مين؟ الار سكوير. بالتالي جينا حسبنا كل البارامترز تبعات اللينير ريجريشن، وطلعنا الاي نوت بناء على الكور فورمولاز اللي حكينا عنهم في بدايه المحاضره، والاي 1 طلع. طيب وين هو اللينير ريجريشن موديل؟ هي. طيب يجينا التيبل، يجينا على التيبل يا نشان. هيو هاي الداتا بوينتس وهي المجاميع، وانا بهمني مجموع اخر تو كولومز. هذا يمثل مجموعه اخر شيء فيه شو يمثل؟ الاس تي. شنو هذا؟ هيو الافرج. وهون نشامه بالثاني الموديل، معناته هذا يمثل الاس ار. يوم نجمعه تفرج على الاس تي والاس ار، الاس تي 10.8 يعني almost 11، والاس ار قديش؟ 1. هل في فرق بينهم كبير؟ دكتور فرق كبير. ايوه طيب، معناته يا نشامه جينا حسبنا الاس دي والاس واي اوفر اكس، برضه الفرق بينهم كبير؟ دكتور. طيب بالنهايه حتى نتاكد من شغلنا، جينا حسبنا الكوفيشنت اوف ديترمينيشن اللي هي ار سكويرد، اللي هي اس تي ماينس اس ار على اس تي، وطلعت قديش؟ هذا الديسيمال او الفراكشن وحولناه لنسبه مئويه. طلع معناته شو قلنا؟ مباشره الرقم هذا بتمسكه وشو بتحكي؟ بتحكي انه نفس الرقم 90.68% of the original uncertainty of the data قدرنا نمثلها وين؟ في اللينير ريجريشن موديل. وبالتالي اذا قدرنا نمثل 90% من الايرورز او الانسرتينتي اوف ذا داتا، معناته هل اللينير ريجريشن موديل از ا فيري جود ابروكسيميشن للانسرتينتي اوف ذا داتا ولا لا؟ مظبوط دكتور. واضح يا نشامه؟ اذا كان عباره عن اذا كان يا نشامه قدرنا نمثل قديش؟ 90% من الانسرتينتي، معناته يا نشامه هيها لاحظ يعني عندك اربع نقاط قراب كثير، وفي عندك نقطتين حواليها بالنيبر هود، وبالتالي مبين عندي. وحكينا قبل شويه انه قبل ما تحدد الريجريشن كيرف بدك تعمل فيجواليزيشن، وبعدين بناء على انه هل لينير ولا لينير تختار الريجريشن موديل تبعك، وبعدين ترد ترسم الكيرف والداتا بوينتس معه. ومبين عندي هون انه اللينير ريجريشن اتس جود بعد الفيجواليزيشن، صح؟ صح ولا لا يا نشامه؟ مظبوط دكتور. اي سؤال لغايه الان؟ اي سؤال لغايه الان يا نشامه؟ دكتور تفضل. دكتور بدي اسالك، يعني الاس تي والاس ار وهي العمليه هي نفس الروت مين سكوير ايرور ولا لا شيء ثاني هذيك؟ كيف؟ دكتور بالماشين ليرنينج لما كنا نشوف انه هذا الموديل منيح او لا، كنا نطلع ايش اسمه الروت مين سكوير ايرور، فهو نفسه هذا هو نفسه الستاندرد ديفيشن هي نفسها تبعت الليست سكوير، نفسها تبعت الليست سكوير
عبارة عن هي عبارة عن اللي هي الروت الارمس. ايوه بالضبط تمام دكتور. نفسها عبارة عن ما بتفرق اللي دائما تحسب اللي عبارة عن الايرورز بتربعها تاخذها تحت الجذر وبتقسمها. اوكي بالتالي هاي نفسها هاي معتمده دائما للسكوير باي شيء اسمه اوبتمايزيشن انه بدك توجد افضل شيء افضل بارامترز افضل حاله للسكوير بروسيجر هي عاده المستخدمه. تمام دكتور يسلمك. اوكي اي سؤال ثاني يا نشامه؟ اي سؤال ثاني يا نشامه؟ طيب هسه بنروح للجزء الثاني. احنا لحد هسه شو ناقشنا؟ ناقشنا اللينير ريجريشن. طيب معناته لو بدي نخش بالبارت الثاني من المحاضره على النون لينير ريجريشن او النون لينير مودلز. بالتالي لو افترضنا نفس الصياغه بنعيدها، عندنا n بلس 1 داتا بوينتس. اوكي؟ هاي هي. وقلنا اول خطوه باي ريجريشن اناليسيس شو نسوي؟ انه نرسمهن ونعملهن فيجوال انسبكشن حتى نحدد الترند او الباترن اوف داتا. وبالتالي بعد ما نعمل فيجوال انسبكشن اذا كانت الريليشن شيب بين الاكس والواي لينير معناته شو الحل؟ لينير ريجريشن. لينير ريجريشن. طيب اذا كانت الريليشن شيب بين الواي والاكس تبعت الداتا نون لينير زي هيك اذا كانت نون لينير. اوكي نشامه هاي مبينه الداتا بوينتس مبينه نون لينير معناته يا نشامه عندنا ايش؟ عندنا تو ابروتشز او تو سيناريوز للحل. اذا كان العلاقه بين الاكس والواي نون لينير عندنا تو سيناريوز او تو ابروتشز للحل. اول حل او اول طريقه وهي عباره عن سبيشال كيس يعني هون الابروتش الاولاني هذا كلياته سبيشال كيس والجنرال كيس اللي هو الابروتش الثاني. خلينا نشوف اول حاله. بقول لك اول حاله انه نعمل ترانسفورميشن او لينيرايزيشن لمين؟ للنون لينير داتا اللي عندي النون لينير موديل او الداتا اللي عندي تحولها لمين؟ للينير. وبعد ما حولناها للينير اللي صارت ترانسفورم داتا لينير بنيجي بنطبق عليها مين؟ اللينير ريجريشن. بنطبق عليها اللينير ريجريشن ومنها بنطلع المش الكوفيشنتس تبعات الاوريجينال موديل. اوكي طيب هاي اللينيرايزيشن بروسيس. اوكي يا نشامه حتى نقدر او ترانسفورميشن بروسيس حتى نقدر نطبقها اللي بتحول لي النون لينير موديل للينير موديل وبعدين بتطبق اللينير موديل الريجريشن على الترانسفورم داتا تتطلب شرطين. اول شيء لازم يكون الماثيماتيكال موديل اللي بوصف الداتا معروف whether totally or partially unknown coefficients يعني يا اما بكون معروف والكوفيشنتس اللي عندي يا اما جزء منهم او كلهم مجهولات وبالتالي بتطلب الاكزيستنس اوف ماثيماتيكال موديل. والشغله الثانيه الاكزيستنس اوف ترانسفورميشن او لينيرايزيشن اوبريتر اللي يحول لي مين النون لينير موديل للينير موديل. بالتالي هون بتطلب شغلتين يوم بدي اطبق اللينيرايزيشن او الترانسفورميشن لمين؟ للنون لينير موديل انتو لينير. اوكي وبعدين بعد ما نحولها للينير بتطبق اللينير ريجريشن عليه. وبالتالي يا نشامه هون هذا الحكي حتى نمشي فيه لازم يكون فيه شرطين انه يكون في ماثيماتيكال موديل بوصف لي الداتا يكون موجود معروف عندي بس هذا الماثيماتيكال موديل يكون فيه الكوفيشنتس يا اما كلها unknown او partially unknown يعني at least one unknown parameter. والشرط الثاني انه يكون عندي operator اللي بيعمل لي transformation او linearization وهذا
حول النون لينير موديل لمين؟ لا لينير. هذا اول ابروتش، هذا حاله خاصه سبيشال. طب مين الحاله العامه؟ اذا يوم جينا شفنا الداتا والهي نون لينير، ما عاد بقول لك الحاله العامه انه نطبق مين؟ البولينوميال ريجريشن. شو يعني بولينوميال ريجريشن؟ يعني من السكند اوردر بولينوميالز وفوق. لمين نطبقها؟ بنطبقها دايركتلي على مين؟ على الاوريجينال نون لينير داتا بدون اي عمليات تحويل. وبالتالي هاي العمليه ما بتطلب منك انك تعرف اي ماثيماتيكال موديل عن الداتا. بينما الابروتش الاول لازم يكون ماثيماتيكال موديل على الداتا معروف، ولازم يكون في بين ايديك حل سحري انه لينيرايزيشن او ترانسفورميشن اوبريتر اللي حول لي النون لينير موديل لا لينير موديل. بالتالي اللينيرايزيشن ابروتش هذا حاله خاصه لا تستخدم دائما، عشان في لها شرطين وهذول الشرطين مش دائما بتحققن. يعني ممكن يكون عندك داتا ما لها ماثيماتيكال موديل معروف، او ممكن يكون عندك داتا ولها ماثيماتيكال موديل معروف بس ما قدرت تطلع لينيرايزيشن او ترانسفورميشن اوبريتر اللي حولها للينير. بالتالي اذا اي واحد من هذول الشرطين ما تحقق، معناته الابروتش الاولاني ما بتقدر تطبقه. طب اذا ما قدرت تطبقه، معناته ما لك غير الحل هذا الاسلم اللي بتطبق بولينوميال ريجريشن، بتطبقه دايركتلي على الداتا بوينتس الاصليه بدون ما تلعب فيها. وبالتالي هذا الحسنه تبعته انه ما في داعي تعرف اي معلومات عن اي ماثيماتيكال موديل بربط الداتا بوينتس. طيب هذا مثال، لاحظ هون مثال بقول لك عندي نون لينير داتا بوينتس، هي مبينه نون لينير، وجينا استخدمنا في اول سكشن لينير سوير لينير ليست سكوير ريجريشن، هاي طلعنا لها لينير. لاحظ يوم طلعنا لها لينير هذا بور ابروكسيميشن صح؟ طبعا دكتور. هل هو قريب من الافرج؟ يعني مزبوط صح، قريب من الافرج. وبالتالي كل ما اقترب من الافرج وكان هذول شاردات وواردات، معناته شغلك تخبيص. وبالتالي اللينير ريجريشن هو عباره عن اتس نوت جود، معناته يجي استخدمنا له البارابولي اللي هو الكوادراتيك لي سكوير ريجريشن على الاوريجينال نون لينير داتا، ما عملنا له ترانسفورميشن. وبالتالي هل عباره عن البارابولي طلع عباره عن ضربه معلم ولا لا يا نشامه؟ مظبوط، الداتا بوينتس طلعت توزيعته مرتب. يعني هون يا نشامه تخيل لو جيت قلت لك فور ذيس كيرف، جبت لك يا بالفاينل ار سكويرد از كلوز تو او از ايكوالز مثلا 0.05، شو بتقول لي ترو اور فولس؟ فولس دكتور. بالحاله هاي مش لازم الار سكويرد تكون قريبه من الواحد، يعني مثلا 0.8.9 ولا لا يا نشامه؟ مظبوط دكتور. كل ما اقترب من الصفر معناته سيء، معناته قريب لمين؟ قريب للحالة هاي. لا برج. أوكي نشامة. وبالتالي هون نشامة إحنا بنرجع وبعيد وبنهي المحاضرة، إنه إذا كان عندك مجموعة given data points، أول خطوة في regression إنك ترسمهم، وبعدين تعمل visual inspection تحدد الباترن أو الترند. وعندك احتمالين للباترن أو الترند، هل هو لينير ولا نون لينير؟ اذا لينير معناته مباشره وانت مغمض بتطبق مين؟ اللينير ريجريشن. واذا كان العلاقه بينهم نون لينير معناته عندك تو سيناريوز، واحد حاله عام اللي هو هذا، وواحد حاله خاصه اللي هو الاول. الحاله الخاصه اللي بتطبقها على النون لينير انه بقول لك لازم تحول الداتا بوينتس والموديل اللي عندك من نون لينير للينير من خلال لينيرايزيشن او ترانسفورميشن بروسيس. وبالتالي بنحول النون لينير للينير، وبعدين لا اللينير ترانسفورم داتا بنطبق عليها اللينير ريجريشن. وهذا بتطلب شرطين. شنو الشرطين؟ انه لازم يكون في عندي ماثيماتيكال موديل موجود للداتا بوينتس، وهذا الماثيماتيكال موديل يكون فيه at least one unknown coefficient، يا اما partially او totally unknown. والشرط الثاني
انه يكون في عندي ترانسفورميشن او لينيرايزيشن اوبريتر برضه موجود. بالتالي اي واحد من الشرطين هذول ما تحقق معناته ما بقدر اسويه. وبالتالي اللينيرايزيشن اوبريتر هذا اللي بحول النون لينير لمين؟ للينير. واذا اي واحد من هذول الحالتين ما تحقق معناته كل السيناريو الاول هذا بيروح، مين بضل قدامي؟ بضل قدامي اني اروح باتجاه البولينوميال ريجريشن موديل اللي هي من سكند اوردر وفوق. بالحاله هاي بطبقها على الاوريجينال داتا بوينتس، وبهالحاله هاي ما في عندي اي نيسيسيتي او اي حاجه اني يكون عندي اي معلومات حول مين؟ حول مين يا نشان؟ حول الموديل دكتور. حول اللي هي الموديل اللي موجود عندي. اي سؤال يا نشان؟ اي سؤال يا نشان؟ دكتور؟ تفضل يا احمد. إيه كيف ممكن اطلع الكوفيشنت مثلا الكوادراتيك ايكويشن؟ جايينه. طول. تمام. جايينه تخافش، لا تستعجل. كله جايينه، نفس المبدا. نفس المبدا، بتشتق بتحط السكند اوردر بولينوميال وبتشتق الاس ار لثري كوفيشنتس، اي نوت واي 1 واي 2. هاي المبدا العام، راح نجيه بالتفصيل المحاضرة الجاية، اوكي؟ ولكن نفس الإطار العام ما بفرق. أي سؤال يا نشامة؟